المخابرة ولا هذا معرض تقيمه وزارة الثقافة من خلال وحدة النوع الاجتماعي. الهدف الأساسي من المعرض هو تغيير الصورة النمطية عن المرأة في فلسطين. السنة الموسم الثالث موضوع المسابقة تحدث عن المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، وإحنا بنعرف تاريخيا المرأة الفلسطينية هي إلى جانب الرجل المشارك بكل مراحل النضال الوطني، لكن مع قدوم السلطة والدولة النساء بلشوا يتراجعوا. إحنا بنقول لا، النساء طالما هي بالدور الوطني والنضال الوطني كانت موجودة يجب أن تستمر بهذا الدور ومتقدمة ودائما موجودة بالصفوف الأمامية. يعني حجم الصور اللي أجتنا من قطاع غزة بتعبر عن حجم التحديات اللي بيواجهوها كمان الفلسطينيين بقطاع غزة بظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتدميره. يعني الوزارة أولا وضعت ضمن استراتيجيتها وضمن سياستها أهمية وجود مواقع صنع قرار في إطار المكان والمكان المفروض يكون فيها النساء، والصورة اليوم تحدث عن ذاتها، الصورة اليوم تحدث عن واقع موجود. المرأة الفلسطينية قدرت تخرج تكسر السقف الزجاجي وتكون في مواقع متميزة، سواء في إصرارها على الصمود والتحدي، سواء في ثباتها، سواء في وصولها لمواقع صنع قرار، مواقع متميزة. احنا قادرات على انتزاع الحق وقادرات انه نكون في مواقع متميزة نعبر مش عن بس المرأة، عن قضايا المجتمع بأكملها. المعرض في عيونهن للموسم الثالث بالشراكة مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للثقافة والفنون ومركز تطوير الأعلام. في كل سنة بنحاول انه احنا نوجه عدسات الكاميرا، عدسات المصورين باتجاه قضية معينة من قضايا النساء. المرة هاي الموسم هذا كنا بنحاول انه احنا نوجه عدسات الكاميرات باتجاه الصور أو مشاركات النساء في الحيز العام وفي المشاركة السياسية بشكل خاص. كاميرات الصحفيين حاولنا أنه تكون حساسة أكثر وصديقة لقضايا النساء. الصورة كانت أثناء تأدية عمل كصحفية في منطقة الراس في سلفيت. اللي صار هو مجموعة من النشطاء الفلسطينيين والإسرائيليين في موسم قطف الزيتون في شهر 10 أكتوبر كانوا بحاولوا الوصول إلى أرضهم في منطقة الراس، ولكن مجموعة من قوات الاحتلال والضابط منعوا النشطاء الفلسطيني والإسرائيليين من العبور بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة. إذا طلعنا على الصورة بنلاقي أنه الناشطة النسوية هي امرأة ناشطة من سلفيت، هي أبت هاي المرأة أبت أن تنصاع لأوامر جنود الاحتلال. الصورة اللي أخذتها كانت تحكي عن مسابقة في عيونهن أو المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، فأنا اخترت هاي الصورة لست هالة أبو غربية وهي أحد المشاركين الدائمين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان. كانت تتعرض كثير للاعتداءات من الجنود ودائما هي بالصفوف الأمامية. المعرض كان فيه صور كثير قوية وفي كثير صور بتحكي عن حياة المرأة الفلسطينية بشكل عام، سواء الاجتماعية أو السياسية أو حتى العائلية. المشاركات كانت كثير قوية وحتى مشاركات غزة كثير قوية، بما أنه فازوا بأربع مراتب أو أربع جوائز كانت كثير الصور القوية أكثر كانت من غزة، وخاصة في الحرب الأخيرة اللي كانت على غزة. وبنرجع وحدة واحدة نعمل معرض واحد نعلن الجوائز. شكرا لكم على حضوركم وأهلا وسهلا فيكم جميعا.